أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا دفعت مالا لاسترداد حقك الذي هو حق ثابت لك فلا يكن هذا رشوة، إنما الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. وقد دل على ما ذكر أن صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه عند هجرته تبعه المشركون فأرادوا الحيلولة بينه وبين هجرته، فقال عندي قينتان ومال كذا وكذا بمكان كذا وكذا، خذوه وخلوا بيني وبين هجرتي. فقبلوا ذلك، وقابله الرسول على مشارف المدينة قائلا ربح البيع أبا يحيى.